تعلموا مني تعلموا مني قبل ما اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا منتج قيمته 10 ريال مع التوصيل من اكسبريس. طبعا المنتج هذا هو عبارة عن بلوتوث، تقدر تحول سيارتك الى بلوتوث، يعني تقدر انك تشغل الجوال او تربط الجوال بالسيارة عن طريق بلوتوث وتشغل المقاطع اللي انت تحبها. طبعا يجي معها اللي تو شفناه، وهذا السلك انا ما ادري وش علاقة هذا السلك اللي هو الشاحن هذا اللي يعني بي اس بي، ما ادري شلون طريقته، لكن اكتبوا لي في التعليقات وش الهدف منه. طبعا عندي هنا المنتج هذا اللي هو يجي بزر تشغيل واطفاء، وعندنا السلك هذا حق الشاحن اللي تو شفناه، انا ما ادري وش علاقة هذا، لكن اللي عارفه اللي هو المنفذ الاخر، هذا المنفذ حق الصوت. الحين نوريكم اياه، هذا هو هذا المنفذ اللي هو اي او اكس او شيء زي كذا. المهم راح نوريكم الحين طريقة التشغيل. اول شيء تشبك الاي او اكس من شو اسمه هذه القطعة، ثم تركب عليها قطعة البلوتوث، تمام، وضبطت امورك. الان نضغط مطولا للتشغيل، ثم نربط الجهاز. الان نربط الجهاز بالبلوتوث، ندخل البلوتوث، ثم نقترن، نسوي اقتران بالجهاز اللي شريناه للتو. تم الاقتران، تمام. الان شغل المقاطع اللي نحبها. أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.